أضاف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها إلى 9 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري. موصلين حوالي 8.6 مليون وحدة سكنية لغاية النهاردة كمشروع قومي من يوم ما بدأنا سنة 80. والحقيقة أن احنا عندنا خطة بأن احنا نستكمل بنهاية هذا العام إن شاء الله هنتجاوز 9.2 مليون وحدة سكنية بنهاية عام 2018 إن شاء الله، وهنستمر بعد ذلك في حدود السنتين الجايين دول هنضيف حوالي كمان 2 مليون وحدة، ومن بعد كده هنمشي بقى بالمعدلات اللي هنمشي بالتوازي مع ما يتم توصيله من وحدات صرف صحي، لأن احنا بنشتغل بعد ما الصرف الصحي يوصل للمناطق السكنية من هنا طموح. وبالتالي احنا بنسعى وبنشتغل سواء على المستوى المحلي في توفير الموارد او توفير الامكانيات، سواء الموارد المالية او الموارد البشرية او الفنية علشان ننفذ هذا المشروع.